من جديد لشقة ثانية من نقاش الظهيرة الإخبارية. كما شرت قبل الفصل، أوضح وزير الاتصال محمد بوسليماني لدى نزوله ضيفا ببرنامج الشروق مورنينغ مع الزميل بلال كباش، أوضح أنه سيتم قريبا الإفراج عن قانون الصمغ البصري، وأنه من بين أبرز أهداف هذا القانون هو جعل كل القنوات تعمل بقانون جزائري محض، ليضيف أنه بعد أشهر قليلة ستكون كل القنوات ضمن قانون جزائري، وهذا من أبرز أهداف قانون الصمغ البصري الذي ننتظره في القطاع. لتفاصيل أكثر حول مشروع هذا القانون يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى برزامة، أعلامي وباحث أكاديمي. مرحبا بكم دكتور. تحية طيبة وتحية طيبة إلى كل متابعي قناة شروق نيوز، وإليك خاصة وإلى كل العاملين بهذه القناة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور. طيب دكتور، بداية، كيف استقبلتم تصريحات وزير الاتصال محمد سليماني فيما يتعلق بأنه بعد أشهر قليلة من الآن كل القنوات الخاصة ستبث من هنا وستصبح قنوات جزائرية خالصة 100%؟ أكيد كل الإعلاميين وكل من يهمه أمر الإعلام الجزائري كان ينتظر اولا القانون العضوي للاعلام، اللي هو قانون منظم وقانون ينظم الاعلام، ومن خلاله هناك سياسات عامه للاعلام الجزائري، سواء كانت الاعلام العمومي او الاعلام الخاص، وكذلك ربما انه اجل عده مرات على طاوله مجلس الوزراء، اجل النظر في قانون الاعلام وكذلك قانون السمع البصري الذي هو قانون مهم جدا بالنسبه للاعلام في الجزائر، وانتم تدركون مدى اهميه السمع البصري وتاثيره على المواطن وصناعه الراي، وهذه القنوات الخاصه التي يجب ان تكون قنوات جزائريه، وتكون كل القنوات الخاصه لا تخضع الى القانون الجزائري لانها قنوات تابعه الى قانون اخر، بينما هي تنشط هنا في الجزائر، وهذا ربما ما خلق فوضى ان صح القول سابقا، ولكن هنا هذه القنوات تشتغل بإعلاميين جزائريين وبتقنيين جزائريين، وأظن أنه حان الوقت لكي ينظم هذا القطاع من أجل أن تصبح هذه القنوات قنوات خاصة جزائرية تخضع إلى دفتر شروط تحدد من خلاله السلطة المستقلة للسمع البصري أو سلطة تنظيم السمع البصري وسلطة تنظيم كذلك الصحافة المكتوبة، تستطيع أن تضع شروط حقيقية ودفتر شروط لكي ينظم هذا القطاع، وكذلك نتكلم على حقوق الصحفيين بحد ذاتهم، حيث انها عندما تصبح مؤسسه خاصه جزائريه تخضع الى القانون الجزائري وقانون العمل الجزائري، ويصبح حتى الصحفيين يعني حقوقهم مضمونه بضمان انه هذه المؤسسات تصبح جزائريه وتخضع الى القانون الجزائري، قانون الاعلام وكذلك قانون العمل. نعم، طيب كيف سيعزز هذا القانون الذي سيصدر قريبا جدا حسب تصريحات وزير الاتصال محمد سليماني اليوم صباحا للشروق الإخبارية، كيف سيسهم في تعزيز حرية الصحافة والممارسة الإعلامية، خاصة إذا كانت كل القنوات كما أشرنا الموجودة ستبث هنا من الجزائر؟ أكيد. شوف، أنا عندي قراءة، ربما رئيس الجمهورية وخلال لقاء الدوري مع الصحافة الوطنية إنما يدل على أن هناك حرية التعبير وهناك ممارسة إعلامية من طرف القاضي الأول من طرف رئيس الجمهورية مع الإعلام، وبالتالي عندما تصبح هذه القنوات تصبح غامعة للقانون الجزائري، وأن تدركون أنه الجانب العمومي أو الخدمة العمومية في هذه القنوات تعطي للمواطن حق الرد وتعطي للمواطن حق إبداء رأيه، وكذلك تعطي حرية التعبير بما يسمح به القانون، لأنه هذا موجود في الدستور، يعني موجود في الدستور بمواد بعينها حول حرية التعبير إلى غير ذلك. وعندما تصبح هذه القنوات قنوات جزائرية خاصة جزائرية تبث هنا من التيديا، يعني من بوز الرعاية، يعني يكون بعد قبل يومين كان هناك اتفاقية مع عربسات ومع كذلك وزارة الاتصال، وهذا عندما يدل على انه هناك نية حقيقية من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف كذلك وزير الاتصال ومن طرف القائمون على هذا البلد انه يجب تكريس حرية التعبير، ويجب كذلك ان صح القول
إعطاء فرصة للمواطن يعني عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه القنوات لكي يستطيع أن ينقل انشغالاته إلى الجمهورية، لأن الجمهورية لا يمكنه أن يستمع إلى 44-75 مليون نسمة، ولكن هذه القنوات الإعلامية سوف تصبح لسان المواطن. صحيح. وأنتم تدركون أنه خاضع للقانون ويمكن أن تساعد في التنمية المحلية وتساعد كذلك في تقوية الجبهة الداخلية من خلال ماذا؟ من خلال التطرق إلى مواضيع تهم المواطن، ومن خلال كذلك إن صح القول لفت النظر إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس الحكومة أو إلى الوزراء حول النقائص الموجودة على المستوى الداخلي على المستوى المحلي وكذلك المستوى الوطني. وبالتالي أظن أنه الإفراج عن هذا القانون في هذا الوقت بالذات يعني من هنا أشهر قليلة جدا إنما يدل على هناك نية حقيقية من أجل تكريس حرية التعبير وكذلك تكريس حرية الإعلام وكذلك تكريس حرية الإعلام، أي أنه المواطن يصبح لديه قنوات متنوعة من أجل إبداء رأيه أو طرح مشاكله على مستوى الإعلام. نعم، جيد جدا. طيب دكتور بورزابة، أيضا في وقت سابق عند عرض مشروع قانون الصمغي البصرية لصبوغ الماضي أين قدمه وزير الاتصال في الاجتماع الوزاري، أشار إلى أن هذا المشروع سيخدد الفاعلين في مختلف الدعائم الأعلامية وأنه سيتم استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الأعلام، ما الذي يعنيها ذلك؟ أكيد أنه أنتم تدركون عندما نقول إن صح القول جذب أردت المؤسسات التي جذب أردتها بمعنى إرجاعها إلى أنها تنتمي إلى القانون الجزائري إن صح القول، هو إنما يدل على أنه تفطر الشروط سوف تكون فيه شروط حقيقية، أي أنه مشاركة أصحاب المال تكون بنسبة معينة ومشاركة المتخصصون في هذا الإعلام أي يصبح كذلك نسبة مئوية في المؤسسة والشركة، وهذا إنما يدل النسبة الكبيرة ستكون إلى أصحاب الاقتصاد أصحاب المهنة أصحاب الخبرة إلى غير ذلك لكي يبعد المال الفاسد. المال الفاسد اليوم ربما بعض القنوات السابقة ربما كان المال الفاسد يعني ينخر هذه المؤسسات، ويقول أنه الإعلام بالنسبة لنا أو بالنسبة لي كأستاذ هو السلطة الأولى وليس السلطة الرابعة كما يقال كما يشعنه، لأنه فيه يصنع الرأي وفيه يوجه الرأي وفيه كذلك تعطى الحرية ويعطى الكلمة للمواطن وتعطى الكلمة للمسؤولين من أجل أن يغطوا ذلك الفساد. وكذلك نتكلم على شيء مهم جدا وهو الخدمة العمومية. صحيح. التي يجب أن تقدم من طرف جميع القنوات سواء كانت قنوات عمومية أو خاصة، وهذا من حق المواطن على هذه القنوات أنه خدمة عمومية بمعنى أنه استبعاد المال الفاسد أي استبعاد أو تأثير الإيديولوجيا إن صح القول عن القنوات بدون أن ننسى أنه كل قناة ولها خطها افتتاحي، هذا يعني معروف جدا ولا يمكن استبعاده، ولكن نحن نركز على شيء مهم جدا وهو كيف يمكن للإعلام أن يساهم في التنمية وتقوية الجبهة الداخلية والأمن القومي إن صح القول. شيء أساسي فيه هو القنوات الإعلامية، وأن تدركون كذلك تتكلم على شيء مهم جدا وهو الإعلام الإلكتروني الذي أصبح يعني مفتوح للجميع ومفتوح حتى للقنوات السمعية البصرية، وبالتالي أظن أنه هناك يجب أن تكون هناك شروط وقوانين تنظم هذا المجال الذي هو مجال مفصلي ومجال رئيسي. صحيح. من أجل تقوية الجبهة الداخلية وكذلك حماية الدولة أو حماية الأمن القومي للدولة الجزائرية. نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور مصطفى برزامة الأعلامي والباحث الأكاديمي، شكرا على مشاركتنا النقاش في هذا الملف. نبقى دائما إذا مشاهدينا الكرام مع ذات الملف، ويلتحق بنا عبر سكايب الدكتور نصر الدين مهداوي أستاذ علوم الأعلام والاتصال بجامعة سطيف. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك الزميلة نسيبة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. نعم، طيب دكتور، كيف سيساهم هذا القانون أو مشروع القانون في تعزيز الاحترافية في الممارسات الأعلامية؟ والله إضافة ما أشار إليه الدكتور مصطفى برزامة ونحييه من هذا المنبر، أظن أن وزير الاتصال يعني قام بخطوة إيجابية ما تعلق بإطلاق قانون البصري 2204 الذي ربما كان محل اهتمام يعني سنة 2014 من الإخصائيين والخبراء. هذا القانون جاء نتيجة تراكمات. نعم.
تراكمات لما يعالج ويبث يعني عبر القنوات الفضائية، لأنه حقيقة ما التمسنا مؤخرا في شهر رمضان الفارط وأنه كانت فيه ردود فعل من طرف الجمهور عبر منصات التعليق في منصات التواصل الاجتماعي حول ما يتعلق بالضغط الهابط في إنتاج البرامج التلفزيونية وحتى في معالجة المحتويات في بعض المنابر الإعلامية وليس كلها. وبالتالي هذا يعني في ظل بالموازنة في ظل غياب يعني رقابة سلطة الضغط في إنتاج المحتويات والبرامج التلفزيونية، يعني معايير وقيم معايير قيمية واجتماعية وحتى أخلاقية ودينية جعلت من الجمهور يعني ينفجر يعني في هذه في وجه هذه القنوات، وما أصبحت يعني هذه التراكمات يعني ضرورة حتمية من طرف وزير الاتصال لإعادة ضبط نشاط السمعي البصري في القنوات التلفزيونية وإرسال رجعه إلى السكة وفق ما يتماشى مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية. هذا القانون جاء في إطار إعادة ضبط إنتاج الرسالة الإعلامية عبر القنوات الفضائية التي صار يتخللها الكثير من الشبهة والتشكيك عبر الوسائط الإلكترونية، وما نجم عنها العديد من الظواهر التي أفرزتها البيئة الإعلامية الجديدة كالأخبار الكاذبة والشائعات والسرقات المعلوماتية وحتى السبق الصحفي المخادع نتيجة ظهور ما يسمى بصحافة الموج أو صحافة المواطن. نشوف اليوم أن الصحفي المؤسساتي أصبح يشاركه صحفي هاوي رواد فضاء الافتراضي في إنتاج الرسالة الإعلامية التي ربما يعني لا تمت يعني بصلة بالحقيقة والمصداقية. أصبح الصحفي في قسم الميديا في المؤسسات الإعلامية ينساق وراء يعني مؤسسات يعني قنوات غير رسمية منابر غير رسمية يعني صفحات غير رسمية في إنتاج ونشر الرسائل الإعلامية. طيب دكتور مصطفى برزامة نختم معك.